اهلا وسهلا بيكم. واحنا سعداء النهارده عندنا مش هينفع قصه نجاح مصريه يعني ممكن لو عايز تقعد هنا كده. يا رب ان شاء الله باذن الله نشوف حضراتكم ان شاء الله باذن الله بعد اربع خمس سنين بنقدمكم على مسرح مدينة زويل وحضراتكم بتتكلموا عن قصص نجاحكم ان شاء الله باذن الله. معانا النهارده المهندس شريف يحيى كليه الهندسه جامعه المنصوره دفعه 2008 وحد نموذج نفخر بيه كلنا هيحكي لنا عن قصه نجاحه. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. الصوت تمام؟ اولا احب اشكر مدينه زويل وكل الناس قائمين عليها ان هم ادوني فرصه ان انا اقف في المكان ده. يعني انا انتوا مش عارفين انا حاسس بايه دلوقتي بصراحه. يعني مكان زي ده ان في ناس كبيره وقفت هنا في نفس المكان ويعني انا يعني احاسيس كتيره ان انا كل يوم انا ساكن جنب مدينه زويل ساكن في الشيخ زايد. فانا كل يوم لما بروح اكتوبر او باجي بعدي بقول كنت اقعد اقول يعني الواحد ممكن يدخل هنا في يوم من الايام الواحد ممكن يبقى حاجه يعني يقول كلمه حتى او يدخل حتى من البوابه. فالحمد لله ده حلم اتحقق بالنسبه لي. يعني ده من ضمن الاحلام بتاعتي اللي اتحققت في حياتي. وبشكر يعني بشكر الناس كلها تأمين عليها واتمنى ان انا ان شاء الله البرزنتيشن اللي قدمناكم النهارده تعجبكم. هنبدا الحكايه بتاعتنا في حاجتين. يعني هستاذنكم ان انا نتكلم عني شويه. ممكن قصة حياتي تبقى بالنسبة لكم ممكن تنفع فيلم سينمائي أو فيلم درامي كوميدي زي ما أنتوا عايزين. وهنتكلم شوية على الفكرة بتاعتي اللي وصلتني اللي أنا أقف في نفس المكان ده في المكان ده وأتكلم قدامكم. وفي وسط اللي أنا بتكلم فيه في قرارات أنا أخدتها هنتكلم عليها شوية. إزاي القرارات دي هي فعلا اللي خلتني أبقى موجود هنا وإن القرارات دي مهما كانت سيئة أو مهما كانت وحشة في ساعة لو أنا باخد القرار ده بس هي السبب اللي انا واقف قدامكم دلوقتي. اولا نبدا من البدايه خالص من اول شريف يحيى مين؟ مش من اول ما اتولدت طبعا. يعني انا مش هحكي لكم ان انا طفل صغير. لا دي ليلى. اظن في ناس كتيره فاميليار يعني شافت ليلى على في البرنامج وعارفه قصه ليلى وهي بصراحه وشها حلو عليا من ساعه ما جيت الحمد لله يعني كل حاجه ماشيه مظبوط. اولا انا طالع من مدينه عاديه خالص، مدينه في الريف المصري اسمها ميت سلسيل. فينا واحد احمد سمير من نفس البلد بتاعتي، من نفس المدرسه، من نفس كل حاجه. مش رحتش مدرسه ثانيه. فمدينه ميت سلسيل مدينه في الريف المصري، مدينه زي اي مدينه عاديه في الريف. بتبقى الناس كلها عارفه بعض في المدينه، حياه طبيعيه. طول حياتك مثلا المدرسه بتبقى مقضيها لعب كوره مش عارف ايه كده. اثناء وانا في المدرسه وانا صغير يعني الواحد كان حابب يشوف، مش هقول لكم بقى اللي هو انا كنت بحب افك كل حاجه وانا صغير واقعد افك كل حاجه واركبها تاني. لا انا كنت بفكها وما اعرفش اركبها. يعني دي اولا يعني انا كنت بفك كل حاجه وما اعرفش اركبها تاني. فدي كانت بتعمل مشاكل في البيت مع والدتي ان هي ازاي بوظت كل حاجه. كان عندي في لو الناس عارفه اللي هو الاتاري بتاع ماريو. الناس اللي هو انتوا التسعينات ولا الثمانينات؟ كلكم تسعينات صح؟ بدايه البلاي ستيشن يعني. لا في حد لعب ماريو؟ لعب ماريو؟ طب كويس. فالناس اللي لعبت ماريو دي كان عارفين في اتاري صغير كده في عندي منه خمسه محطوطين جنب بعض كده بايظين. كانت وانا صغير كان نفسي يعني التعليم كله عارف التعليم المصري انت بتخش بتتبرمج من اول يوم في المدرسه انك بتعمل كل حياتك طول 15 سنه بتجهز ليوم واحد الثانويه العامه. يعني انت قاعد 15 سنه
بتجهز بتفكر انا هعمل ايه في الثانويه العامه، انا ايه، طب هخش ايه، لا 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 اذاكر والعب شويه كوره، لا 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 انت هتروح في 60 ده العب شويه وبعدين ذاكر شويه. هقول لكم على شويه حاجات حصلت معايا في الثانويه العامه بالذات معايا. لا لا يعني قبل ما الثانويه العامه طبعا زي اي كل طفل في الدنيا كان قدامه حلمين، يا اما يبقى مطرب ممثل ومطرب، يا اما يبقى ظابط. يعني ده انا على فكره يعني هو شكل حلو وانا صغير ما كنتش ان انا يا اما ابقى مطرب على الشمال يا اما ابقى ظابط، يعني ايه وامسك الحراميه وشويه الحاجات اللي احنا بنعملها واحنا صغيرين دي. وانا صغير كان في سؤال بتسالني كنت بكرهه جدا، اكتر سؤال كنت بكرهه في حياتي. زي اي مجتمع صغير كل الناس عارفه بعض، بيبقى المجتمع ده فيه عيله فلان عيله فلان عيله فلان، وبيبقى في ناس كده ما حدش له نيك نيم في الاخر، فانا كنت من الناس اللي ما لهاش نيك نيم يعني. فكان يجي اي حد يسالني في المدرسه انت اسمك ايه، اقول له شريف، يا حبيبي عبد العزيز محمد، بعد محمد ايه، في بعد محمد حاجه، اقول له مفيش بعد محمد، لا محمد في حاجه يعني. في مثال العائلات احمد يكون عارفهم، محمد قداح عاشور مش عارف ايه، لا لا في اسم كبير انت بتخبي علينا حاجه، اقول له لا انا اسمي شريف يا حبيبي عبد العزيز محمد، يقول لي يعني انت مش من عيله فلان، اقول له لا انت مش عيله فلان، اقول له لا انا راجل بني ادم طبيعي مفيش فيه ما عنديش اي اسم عيله. طب فكان الناس بحس ان لا الناس بتبص عليا ان انت لا انت مش من عيله معروفه في البلد، من اللي هو بقى الناس اللي بيبقى عندها اراضي، عارف انتوا النظام اللي بيبقى في اي قريه في اي مدينه بقى في ناس مجموعه ناس كده عندهم اراضي ومش عارف ايه وعربيات وبتاع، وفي ناس عاديين يعني اللي هم الطبقه المتوسطه اللي بنقول عليها اللي هو ناس عاديين عايشين عايزين يبقوا حاجه كويسه وخلاص. انا كنت من الجزء الثاني، كان اكره سؤال اكتر حاجه بكرهها اسمع السؤال ده، انت من عيله مين؟ انت اسمك ايه؟ شريف يا حمزه عبد العزيز محمد، من عيله ايه؟ فجاف يعني كنت بتضايق جدا لغايه اما رحت لوالدي الله يرحمه، يعني هو ليه احنا ما عندناش اسم عيله يعني؟ واحنا احنا اكيد ليه مش زي الناس التانيين؟ الناس التانيه دول اكيد هم عملوا حاجه عشان يبقى عندهم اسم عيله، ليه انا مش زيهم؟ قال لي لا كل واحد، قال لي كلمه يعني كل واحد بقى له اسم عيله، اللي بيروح يدور على اسم عيلته ده بيبقى هو ممكن ما عملش حاجه في حياته فيروح يحط اسم العيله في الاخر عشان يقول انا من عيله فلان. فانا عايزك انت الناس تيجي تقول شريف يحيى بس، مش عايز حد يقول شريف يحيى ابن كذا او جده عمل كذا او اللي عيلته عندها كذا، عايز تعود ان انت الناس لما تيجي تتكلم عليك تتكلم عليك انت بس، انت اللي هتقدمه ايه للناس هو اللي هيخلي الناس تعرف اسمك. فده بالنسبه للسؤال. جات لي صدمه كبيره في حياتي وانا في تاني اعدادي او في تالت اعدادي، والدي الله يرحمه توفى. كانت صدمه لان هو كان انا كنت الكبير، كان والدي هو يعني هو كان بيشتغل نقاش اللي هو بيدهن البيوت وكده، فانا كنت بروح اشتغل معاه واقعد اتعلم معاه واقول له الفرشه دي بتتمسك ازاي، واقعد يعلمني واروح اشتغل معاه ويديني يوميه ويقول لي خلاص خد تشتري مش عارف ايه. فوالدي الله يرحمه يعني كان يعني زي صديق بالنسبه لي، يعني كانت علاقه اكتر من الابوه، هو كان سافر في دوله من دول الخليج شويه وبعدين رجع، فكانت العلاقه بينه وبينه ان هو احنا اصحاب قوي. كان هو من الناس اللي زرعت فيا حب اللي هو ايه، كان محسسني اللي هو بيعرف في كل حاجه، يعني بيعرف في كل حاجه فعلا. انا كنت اقعد قدامه يقول مثلا كان عمي عاوز يعمل بيت، فقام رايح جايب سكتش كده وقام راسم التصميم بتاع البيت وقال له يلا نعمل البيت. كان عايز يركب كهرباء مش عارف ايه، قام حاطط له التصميم بتاع السلوك توصيل السلوك بتاع الكهرباء مش عارف ايه. كان هو اللي بيجيب لي طبعا الاتاري اللي انا ببوظه. فمن بعد وفاه والدي الله يرحمه كانت صدمه كبيره، كنا احنا من عيله متوسطه ما فيش عندنا حاجه نتسند عليها. عرضت على والدتي وقلت لها انا هروح اشتغل، انا مش هتعلم وهروح اشتغل عشان كان عليا اخ واخت اصغر مني والدنيا انا شايف الوضع سيء جدا يعني. قالت لي لا انا عمري ما هخليكم تشتغلوا في يوم من الايام وحد يقول لكم كلمه مش كويسه، عمري ما هخلي مثلا حد يقول لي كلمه فيها
يعني يقل من قيمتي او حاجه، لا انا عايزاكم تبقوا احسن ناس في الدنيا. طبعا الكلمه اللي الام بتقولها لكل ولادها يعني. والدتي بصراحه يعني من الشخصيات اللي اثرت فيها جامد، اشتغلت حاجات كتير عشان تعرف تصرف علينا وعلى تعليمنا انا واخواتي. اقول لها طب هشتغل حتى في الاجازه، تقول لي لا ما تشتغلش في الاجازه، استمتع باجازتك، العب العب زي العب زي اصحابك، العب زي زمايلك. تديني مثلا اقول لها انا عايز كورس كمبيوتر مش عارف ايه كذا، تقول لي خده مالكش دعوه انت باي حاجه. فهي من بعد وفاه والدي كانت امي من الشخصيات اللي اثرت جدا في حياتي، واللي انا بالفضل اللي انا واقف قدامه كده يعتبر يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى يعتبر ليها. دي صوره المدرسه بتاعت الثانويه العامه، احمد عارفها طبعا، السور الناحيه الثانيه اللي كنا بننط من عليه. السور بيبقى من الناحيه الثانيه، دي البوابه الرئيسيه، السور بيبقى من الناحيه الثانيه اللي انا بنط عليه ساعه الفسحه مش عارف ايه. حصل عندي موقف في الثانويه العامه ده وانا في ثانيه ثانوي. يعني انا دخلت اولى ثانوي عديت، انت ايه امالك؟ طبعا لازم اخش علمي علوم علمي رياضه مش عارف ايه. طب انت دخلت علمي؟ كنت داخل حابب ان انا ادخل علمي رياضه، يعني كنت حابب الرياضه، حابب كنتش بحب اللي انا يوم ما هغلط في بني ادم هموته، لا انا اقعد العب في اي حاجه الجهاز يوم ما يحصل هيتحرق. بس اكتشفت بعدين ان انا ممكن اغلط غلطه تموت مش بني ادم، تموت 200 بني ادم. لو واحد كتب شويه كود او واحد عمل سيست ديزاين في حاجه، مهندس في طياره في عربيه في اتوبيس، هيموت اكتر من الدكتور هيموته. فده اتعلمته بعدين. وانا في ثانيه ثانوي يعني ممكن اقول لكم ان تاثير وفاه والدي وفي حاجات كتيره حصلت عندي وانا في ثانيه ثانوي. دخلت الامتحان كنت انا مذاكر، بس دخلت كتبت الاسئله، بس كتبت الاسئله فعلا فعلا انا كتبت الاسئله. ليه كتبت الاسئله؟ ما كانش حد يعرف القرار اللي انا اخدته، لا والدتي ولا حد في البيت ولا حاجه. انا القرار انا لغايه دلوقتي بحاول اشوف القرار ده انا اخدته ليه، وايه الحاجات اللي خلتني اخد القرار ده. لغايه دلوقتي مش متخيلها ان انا عندي الجرأه ان انا في ثانويه عامه وانا الكبير وانا شايل المسؤوليه ان انا ادخل اعمل حاجه زي دي. طب اللي حصل بقى، طب اقعد ابص، انا دخلت كنت فعلا بكتب الاسئله عشان محدش يعرف ان انا ما بحلش. يعني انا بكتب الاسئله مش عشان حاجه، لا عشان يشوفوني بكتب المراقب يسيبني، عشان اللي هو ما يجيش يقف جنبي انت بتكتبش ليه، يعمل لي مشكله يعرف الناس. ف وانا في ثانيه ثانوي دخلت كتبت الاسئله، كنت عارف في الاسئله ما عدا ماده واحده بس ما كتبتش، لقيت نفسي حليت. بعد ما خلصت حل لقيت نفسي قلت لا ده انا حليت الامتحان والماده ما تضافش في المجموع. يعني هي ماده ما تضافش في المجموع اللي هي ماده الحاسب الالي. كنت انا بندرس حاجات بيزك وحاجات، كان ساعتها كان الكمبيوتر زمان اللي هو لازم يشتغل بأوبريتنج سيستم محطوط على اسطوانه. في حد يعرف الاسطوانه الخمسه والربع والفلوبي ديسك؟ تعرفوا الفلوبي ديسك؟ متاكدين خلاص. كان في بقى قبل الفلوبي ديسك في حاجه كبيره كده بتحطها كده جوه الكمبيوتر عشان تشتغل، عشان بس الاوبريتنج سيستم يشتغل، ما فيهوش هارد ديسك اصلا. فانا كنت بحب اقعد اسيب الفصل واقعد العب في الكمبيوتر واقعد اعمل شويه برامج واعمل شويه دوائر واقعد اعمل شويه حاجات كده. فدي كانت احلى ماده عندي. دخلت انا لقيت نفسي حليت الاسئله، وبعد ما خلصت ومش خلاص، لا ده انت ناسي، انت ما بتحلش حاجه، تاخد قرار انك ما تحلش. فكانت الصدمه المفاجاه للجميع يوم النتيجه، لقيت واحد صاحبي اسمه شريف كان معايا في نفس الفصل جاي بيقول لي انا سقطت، بيقول عليه هو اللي هو سقط. بقول له ازاي؟ بيقول لي انا جايب 5 أصفار في كل المواد. بقول له ازاي؟ قال لي لا انا جايب 5 أصفار في كل المواد. بقول له ازاي كده يعني؟ فانا عارف ان انا المفروض ده انا يعني. فهو فكر لما شاف النتيجه جه في باله ان هو استحاله انا مثلا اللي هكون جايب ال5 أصفار، فيبقى هو انا اللي جايب ال5 أصفار. يعني مفيش كلام اللي هو يعني انت ازاي انت اللي هجيب ال5 أصفار في كل المواد، يبقى هو انا اللي محل، يبقى انا حليت كل الحل بتاعي غلط. بعد كده قلت له فهمته يعني اللي هو لا ده هو الموضوع، ما تخافش انت نجحت. ما تخافش ان شاء الله مستقبلك مش هيضيع. القرار كان صعب. والدتي زعلت جدا بعد القرار ده، ازاي انا اخدت قرار زي ده من غير ما اقول لها، وازاي ان انا اصلا اخد قرار زي ده. الناس بالنسبه لها الثانويه العامه دي بابا و
والواحد كان بيشوف بقى ناس بيغمى عليها وناس مش عارف ايه وناس تروح مستشفيات والاسعاف شغال يا جماعه وانا قاعد الناس دي في ايه يعني ما فيش اشمعنى انا مش حاسس بالاحساس ده. فجيت بعد كده تخيلوا احساسكم بقى اللي انت رايح تقف في الطابور كل دفعتك كل زمايلك واقفين في الصف في بتوع سنه ثالثه وانت واقف مع بتوع سنه ثانيه. كنت انا طولت بقى كنت اتولد فكنت انا اطول واحد في الناس دي كنت اكبر واحد فيهم. فاحساس باللي هو ايه يا جماعه في ايه انتوا الموضوع غلط. قعدت شويه في الاول الموضوع ايه اللي انا عملته ايه اللي انا عملته في حياتي ده ايه اللي انا عملته في حياتي يعني. تخيلوا واحد سقط في ثانيه ثانوي ده مصيبه ده ممكن يعني عارف ده كارثه نوويه بالنسبه لبعض اولياء الامور يعني ممكن الدنيا تتقلب ما عدا ابنه يحصل له حاجه في الثانويه العامه. ف بعد القرار ده الحمد لله الام تقبلت الموضوع قلت لها ان شاء الله ما تبدأيش انا هطلع الاول السنه دي ده سنه ثانيه ثانوي سنتين عارف يعني ايه؟ قالوا له ايه هذاكرها مرتين وهطلع الاول. دخلت الامتحان بتاع ثانيه ثانوي بعدها جبت 90% والحمد لله. فيعني ايه برضو دخلت انا ما كنتش يعني الحمد لله ما كنتش بحب اخد دروس. يعني انا ما بقولكمش كده عشان اللي هو اقعد اقول انا ما باخدش دروس لا فعلا انا ما كنتش بحب اخد دروس. كنت اروح اقعد عند اي مدرس كده شويه انت هتاخد مني فلوس قد ايه؟ كتير اقعد معاه حصتين شويه اقوم سايبه وماشي. رحت كنت عامل كتاب صغير كده عندي مسكت الكيمياء كانت في ثانيه ثانوي ذاكرت الكتاب كله رحت جبت ملخص وذاكرت الملخص كله. كنت بقى بدات اخترع عارفين انت العضويه والحته الجزء في الاخر ده انك ممكن تقعد تخترع اي مواد كده محدش عارف عنها حاجه تحط مش عارف بنزين مع ايه يطلع لك وتطلع مواد جديده. فكنت اقعد اعمل حاجات من دي لغايه لما دخلت ثالثه ثانوي. بعد ثالثه ثانوي كان الحمد لله كان اسهل امتحان فيزياء من 15 سنه في السنه اللي انا سقطتها. فالحمد لله جبت 95 ومع المجموع السنتين دخلت هندسه بورسعيد. ما عرفتش اجيب هندسه المنصوره. قلت انا مش مشكله المهم حاجه دخلت في كليه هندسه واللي انا بحبها وكده. رحت هندسه بورسعيد. اول سنه اعدادي الناس بتبقى داخل انت خارج من الثانويه العامه فاكر اول سنه في هندسه دي والله ده احنا هنقطع الدنيا احنا هنعمل كل حاجه ده يا ثانويه عامه اتنين بقى يا عم انسى بقى مذاكره اتنين فالحمد لله يعني كنت انا قاعد في المدينه كان نظام المدينه في بورسعيد ان هم حاطين كل بتوع اعدادي هندسه في مبنى واحد وكلنا مش عارفين بنعمل ايه يعني هو انت جايب حاطط كل بتوع اعدادي هندسه في مبنى واحد يعني انا كنت ساكن في شقه فيها سته من اسكندريه واربعه من واحنا كنا اربعه من المنصوره احنا مش عارفين ايه بنروح الجامعه الصبح الحمد لله يا الله الدكتور والله العظيم انتوا مستحيل احنا كنا بنذاكر كتير الله ويجي في انت ما عندكش اي ما فيش ايه اللي بنعمله قعدنا اول ترم طبعا لحقت نفسي اكتشفت نفسي ان انا اكتشفت عندي موهبه خارقه يعني مش عارف هتلاقي في ناس كتير عندها الموهبه دي ان انت ممكن تحل انك ممكن تذاكر الماده وتقفلها في ليله واحده يعني موهبه خارقه دي اعتقد ان معظم الشعب المصري عنده الموهبه دي يعني انا اكتشفت عندي الموهبه دي كنت اقعد اشرب قهوه ليله الامتحان يعني قبل الامتحان بيومين ما اعرفش اذاكر ده الامتحان بيومين لا 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 مش عارف ازاي لازم ليله الامتحان افضل صاحي لغايه يوم الامتحان اخش شارب قهوه كان واحد صاحبي مساء الخير كان جايب قهوه كده من الخليج بقى كانت قهوه طعمها حلو فضلت اخلصها له واقعد اشرب 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 واروح الامتحان ابقى انام في انجل اعمل كده ومش شغال وايه بقى يعني كل المعلومات دخل يعني خلاص هو انا لو نمت دقيقه واحده هنسى كل حاجه يعني لو انا نمت دقيقه واحده لا 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 ده كل حاجه هتطير انت بتعمل ايه؟ فالحمد لله اعدادي بورسعيد لما انا شفت التعليم والمستوى في اعدادي هندسه بورسعيد هو مش بنتقص من حاجه بس كان الموضوع ان طموحاتي اكبر من كده لا انا مش هقعد كل شويه دكتور يديني يسمع لي كلمات كلام يكتب اكتب ورا الدكتور وفي الاخر اقعد الكلمتين دول احطهم في الامتحان واروح اشتري الكتاب لما اشتري من
مشكله. الحاجه اللي ألمتني قوي يعني ان انا كنت راح بشتري الكتاب من الدكتور، يعني تخيلوا لما يبقى الدكتور هو قاعد وتروح تديله الفلوس وتاخد منه الكتاب، دي كانت صدمه كبيره. انت دكتور جامعه انت عارف انت ايه حاجه كبيره في ايه انت. فلما يبقى دكتور جامعه قاعد في المكتب بتاعه والطلبه واقفين عليه طابور ان هو يخش ياخد الكتاب وتاخد منك الفلوس، كانت صدمه كبيره قوي. لا 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 ما ينفعش. طب حد سكرتير يشتري بيه الكتاب مش شرط انت. فدي كانت صدمه كبيره خلتني ان انا اخد قرار تاني ان انا احول جامعه المنصوره. يعني انا من مواليد مركز بيت سرسيل تابع لمحافظه الدقهليه، فانا قلت لا انا لازم مش هكمل هنا، مع ان انا كنت جايب جيد جدا في اول في اعدادي. وبقى الكلام اللي نعرفه احسن ما نعرفوش، ده انت جايب جيد جدا في اول سنه في اعدادي بورسعيد، انت عبقري كمل كمل، انت هتطلع الاول، ده انت المنصوره دي يا عم عندهم وصفيه وعندهم حاجات غريبه كده وعندهم مواد تقيله وعندهم دكاتره رخمين ومش عارف ايه. قلت لهم لا، قلت لهم انا مش حاكمك بالوضع ده، لازم اروح جامعه، اروح حته ثانيه، انا حاسس ان انا ما بستفدش، انا في الاخر هطلع حافظ كلمتين وخلاص. ده ياخدنا لقرار ثاني في كليه الهندسه. انا فاكر اليوم ده بالظبط، انا وواحد صاحبي كان لما حولت الاعدادي، فانا حاولت رحت كان قدامي اقسام كتير، كان التقدير بتاعي خلينا ادخل اي قسم في الكليه. كل الناس بتقول لي ايه؟ هو احمد سمير عارف عندنا في بلدنا معظم الناجحين في بالنسبه لهم او بالنسبه لهم المهندس ده هو مهندس مدني، مفيش حاجه مهندس تاني خالص. يعني انا ما اعرفش، انا اللي انا يعني بيتهيألي هو الناس عارفه كده ان هو ايه، لازم مسطره وخط وتقعد تعمل ايه ومش عارف ايه. انت مهندس، انت مش مهندس، يا مدني يا ميكانيكي يا جماعه. لا انا حابب مش مدني. قال لي طب انت مدني، بص هتتخرج من هنا تروح تاخد لك عقد محترم في دوله في الخليج، تعيش حياتك، تجيب العربيه والبيت وتتجوز وتايو كل اللي هو ايه، يعني قصه حياتي. فانا شفت قصه حياتي انتهت قبل ما تبدا. يعني انا بصيت كده قلت قال لا يا ده كل حاجه والله العظيم الحياه حلوه. بس كان معايا صاحبي، يعني ده صديق عمري بقى من ايام الثانويه العامه، وهو من الاسباب اللي انا واقف معاه هنا برضه لانه ساعدني في حاجات كتير، اسمه ابراهيم عادل. كان انا هو من ماسكين ورقه الرغبات بنكتب، بقول له بيقول لي نكتب ابراهيم الناس عماله تقول لي مدني وميكانيكا وفلوس وميكانيكا، ده هتخرج تشتغل في شركه بترول وهتجيب فلوس قد كده. قال لي بص خش تعال نكتب احنا الاثنين قسم واحد ونخش مع بعض بغير اي حاجه، نكتب الكترونيات واتصالات قسم حلو 100 100 100. يعني احنا كنا حابين البرمجه والالكترونكس والحاجات دي، فهو اللي شجعني. كنت انا ايدي على مدني وهو يعني لا 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 خلاص طب يلا. فده من القرارات الحمد لله يعني اللي انا واحمد ربنا ان انا اخذتها، لان انا كان زمان دلوقتي ممكن شغال واقف في موقع في اي دوله في الخليج قاعد في الحر وكنتش واقف قدامكم هنا دلوقتي. ولا في الجامعه، ده الاي دي بتاع مسابقه روبوكون لو الناس تسمع عنها، كنا احنا واخدين ابراهيم عادل برضو. انا وهو بقينا خلاص احنا الاثنين دخلنا خدنا تحدي قدام اهل بلدنا ميت ساسيل، الاثنين اللي قد سبقوا عن دين الهتنا ودخلوا قسم تاني. انت يا ابني انت عملت في نفسك، انت ايه، انت مش هتشتغل. وكان ساعتها لسه الالكترونكس كوميونيكيشن مفيش السوق مفيش اللي احنا شايفينه دلوقتي، انت هتشتغل ايه؟ انت في قسم ايه؟ الكترونات واتصالات. اه بتحب تصلح تلفزيونات صح؟ والله لا والله ما بصلحش تلفزيونات. اوبا يبقى بتصلح موبايلات في بتبيع خطوط. فالدنيا فالناس واخده فكره ان انت بتشتغل ايه، مهندس الكترونات واتصالات بتعمل ايه بالظبط. انا عايز افهم يا جماعه، الكترونات واتصالات دي حاجه كبيره، بس انا مش عارف اقول لكم هي ايه، بس هي حاجه كبيره. انا عارف ان انا برخض في الكليه الكترومغناطيكس وماكسو ايكويشنز وحاجات كده ما شاء الله حلو، بس انت اقولها لك اقول له باخد ماكسو ايكويشنز مش عارف ايه وبنقعد نحلها نطلع قانون اوم في الاخر، هيقعد يقول لي انت بتضحك عليا. فمن واحنا في الكليه حبينا نوصل ان هو مش بس الكليه، يعني كليه هندسه جامعه المنصوره بالذات كانت من الكليات اللي انا حسيت ان فيها الناس فيها
مهتمين قوي مش بالكليه، لا بره الكليه. في ايه بره الكليه؟ كان في اسر كتيره في الكليه، كان في اسره كانت لسه ظاهره في الكليه اسمها كات. الاسره دي من الاسر اللي اثرت فيا برضو، ان هم انت ايه، انت مش شرط كليه ايه، ايه اللي انت بتاخده في كلها مواد ومش عارف ايه، واذاكر وهنجح واجيب تقدير. لا لا لا، دي مش كل الحياه، دي مش كل الدنيا، في حاجات كتير ما بعد الكليه، في عالم تاني من خارج الكليه انت مش عارفه. فالناس دي فتحوا لنا ابواب وعرفنا ان في حاجات كتيره بره الكليه احنا مش عارفينها. كان من الناس دي في واحد كان شغال، كان ريد هات سيرتيفايد، من اول الناس ريد هات سيرتيفايد في مصر في لينكس. الناس عارفه ريد هات بريك سيستم، كان من اول الناس في مصر وهو لسه في الجامعه، كان شاري العربيه بتاعته وشاري الحاجه بالشغل بتاعه. فالناس دي وصلونا ان احنا نشوف ما بعد الكليه في ايه، العالم في ايه. ده خلانا ان احنا نخش مسابقه روبوكون انا وابراهيم عادل، وعملنا تيم كده احنا مع بعض، جمعنا كل واحد بقى ان انت تعرف ايه، انا بعرف اعمل بي سي بي كويس، قلم دوك طب كويس تعالى يلا، انت بتعرف تعمل ايه، اه ده احنا دوائر الكترونيه. جمعنا تيم كده صحاب، دخلنا بيه المسابقه، دخلنا سنتين ورا بعض. سنه 2007 خدنا جائزه احسن فكره، مع ان احنا كنا كسبنا كل الماتشات، بس هما كانوا بيحسبوا بالنقط، ما كانوش بيحسبوا انت كسبت ولا لا. انت جبت مثلا، لو انا كسبت في ماتش 50-0 فرقه قدامي ضعيفه، كسبتها 50-0، تكسب هي اللي تصعد، مش اللي انا كسبت الفرقه اللي كسبت فرقه ثانيه 50-0. لا يعني مثلا الاهلي جاب 50 جون في فرقه ياخد النهائي، يوصل للنهائي على طول. طب انت الفرقه دي كسبتك في ماتش ثاني، لا 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 احنا عندنا نظام ثاني. فالمسابقه خلتنا نعرف ان في ناس كتيره في مصر في جامعات تانيه، وفي ناس عندها عايزه تعرف ايه بره وعايزه تشتغل، مش شرط تقتصر الحياه كلها على الكليه. دي الشهاده بتاعتي سنه 2008 دور يونيو، الحمد لله يعني مفيش اي مواد ولا حاجه. دي سنه 2008. طبعا بعد ما كل واحد بيتخرج الحمد لله انت بتقعد تحلم بيوم التخرج ده وبالشهاده دي مده 5 سنين، اول ما بتشوفها بيجي لك صدمه، ايه عامل ايه، انا معايا حاجه كويسه، اعمل ايه اعمل ايه. فانا ما كنتش عارف اعمل ايه. طب يا جماعه، طب وبعدين، طب انا راجل مهندس الكترونيات، انا اروح في الاخر اصلح تلفزيونات؟ لغايه اللي انا رحت فعلا قعدت مع واحد بيصلح تلفزيونات، قلت اتعلم اتعلم بجد. رحت قعدت معاه، قال لي اول حاجه، اول تاسك اداها لي قال لي في، بص في علب كده مليانه ترانزستورات مليانه تراب امسحها. قلت له يعني انت متاكد ان انا هتعلم كده؟ قال لي اه انت هتتعلم كده. قال لي، قلت له كويس، مسكت الترانزستور امسح الترانزستور 75 واقعد امسح فيه. حلو ده، ما اعرفش هو بيعمل ايه. فكانت اول صدمه اللي هو بعد الكليه انت هتعمل ايه بحياتك؟ تعمل ايه؟ جيد جدا انت ما طلعتش الاول عشان تبقى خلاص عرفت حياتك، تبقى معيد وتعمل بعد كده، بس اكتشفت ان وتعمل ماجستير وتكمل. الواحد كان متخيل بعد الجامعه اللي هو لما غير المعيدين اللي بيطلع الاول او الثاني، ان هو الماجستير ده مقتصر على الناس دي، الناس دي هي بس اللي تعمل ماجستير في الحياه، محدش يعمل تاني ماجستير غيرهم، هو حد يقرب من الماجستير. احساس كده بيجي لك في الجامعه ان المعيد ده هو، او هو لازم يعمل، الوحيد اللي يعمل ماجستير، هو القادر عقليا انه يعمل ماجستير، انت لست قادر عقليا انك توصل لماجستير او دكتوراه. فاكتشفت الموضوع ده، هنعرف اكتشفته ازاي ووصلني ازاي. طبعا في اكبر صدمه في حياه اي شاب مصري بعد ما يخش الكليه، ده انا وانا كنت في الجيش، انتوا شايفين ان انا كنت ظابط لبس حلو في الجيش وبتاع، فاكرين الصوره بتاعتي وانا صغير كنت بحلم ابقى ايه؟ شفت ازاي بقى ايه، سبحان الله يعني احلامي اتحققت. قعدت 3 سنين ظابط دفاع جوي قريب من هنا، يعني كانت القاعده بتاعته قريبه من هنا، بتاع ده بتاع صواريخ على فكره، عايزين اشرح لكم بس معلومات سريه، يعني الاربعه دول بيطلعوا صواريخ، واللي ورايا اللي ورايا ده رادار، ده ريسيفر وترانسميتر، ده بيبعت يلقط الطياره ومش عارف ايه. ربنا يستر، بس ما خدتش بلغ عني. بعد ما دخلت الجيش 3 سنين، كنت انا قدمت قبل ما ادخل الجيش، قدمت في الاي تي اي، الناس تعرف معهد تكنولوجيا المعلومات، قدمت في المنحه، قبلت في المنحه
بعد ما قابلت في المنحه دخلت، كنت انا لسه حالق بقى، حلقه الجيش وداخل على الانترفيو. قال لي انت دخلت الجيش ولا لا؟ قلت له والله انا لسه ما اعرفش. قال لي طب انت والدك متوفي، ممكن ما تخش الجيش تعمل ورق كده ان انت الكبير؟ وبعدين قلت له بص اخويا اصغر مني بسنتين، لو انا فلتت منه المره دي مش هفلت من الثانيه، هيجيبوني بعد سنتين، تعالى اخش الجيش ثاني. فالراجل قال لي طب خلاص، مع ان الراجل عارف اللي كان بيعمل انترفيو عارف ان انا هخش الجيش. برضه لقيت نفسي ناجح في الاي تي اي في المنحه واسمي نزل. قلت لهم اعتذرت، قلت لهم معلش انا دخلت الجيش. بالنسبه للناس ممكن تكون دي حاجه سيئه جدا ممكن تحصل لك في حياتك، هي انت لو اخدتها بمنظورين انك هتتعلم في الجيش ده حاجات عمرك ما هتتعلمها، ازاي تشرب ازازه ميه في اسبوع، ازاي تصحى الساعه 5 الفجر لمده 3 سنين، حاجات يعني بص هتلاقي نفسك سوبر مان يعني، هتتعلم حاجات كتير. طبعا يعني انا بالنسبه لي كان الجيش له معنى خاص، لان انا ليا عمي اخ والدي كان استشهد في 73، فانا كنت يعني بالنسبه لي ان انا لا انا وطني ولازم ادافع عنه وانا مش زعلان. يعني انا كنت انا الوحيد اللي رايح كشف الهيئه في كشف كده في الاخر، الناس كلها بتبقى رايحه نفسها بهدل ومطلع رافع البنطلون مش عارف مبين الشراب ولابس شبشب مش عارف ايه عشان يخش اللي هو مدير كليه ضباط احتياط يشوفه، ده ما ينفعش ضابط ده مشوه. كنت انا الوحيد اللي رايح لابس بدله فعلا، يعني كنت انا رايح لابس بدله، الناس بتقول لي انت مجنون، اقول لهم اه مجنون. جابوا لنا ورقه، هل ترغب ان تكون ضابط؟ قلت لهم انا ارغب، انا ما عنديش مشاكل، انا اصلا ما انا مش عارف هشتغل ايه، انا لسه الشهاده معايا ومش عارف، مش مشكله نخش نجرب تجربه مش هنخسر حاجه. فالحمد لله اللي هي ده قرار من القرارات اللي انا اخذتها اللي انا وصلتني برضه لغايه في المكان ده، اللي انا ما كنتش دخلت جيش، كنت ممكن اروح بقى اشتغل في اي حاجه تلاقوني في اي حته في الدنيا، بس القرار ده من القرارات اللي ساعدت ان انا ابقى واقف في المكان ده. بعد ما خلصت الجيش 3 سنين، انت اصلا مش فاكر قانون ام ايه؟ الاي بتساوي في ولا ار ولا مش انت مش فاكر ترانزستور ده ترانزستور ولا ايه بالظبط؟ فعلا انا كنت بعد 3 سنين الخبره كانت اللي هو انا شغال في الجيش وبعمل حياتي شغل الجيش، بس الخبره العمليه والخبره التقنيه اللي انا خدتها في الكليه بدات تنحضر شويه. خلصت الكليه، خلصت الجيش، انا حد هيرضى انا ده انا ما هرضاش اشغل نفسي. يعني انا لو دخلت لنفسي انترفيو اقول له مع السلامه، يعني انت بتعمل ايه هنا؟ فقلت اما اجرب، كان قبل كده قدمت في الاي تي اي ممكن يقبلوني، يعني ايه اصعب عليهم؟ اقول لهم دخلت 3 سنين جيش واصعب عليهم مش عارف ايه ده يقبلوني وكده يعني. فلقيت قدامي حاجتين، اي تي اي والاري. الاري ده في معهد اسمه Advanced Learning and Research Institute، ده في جامعه اسمها جامعه لوجانو في سويسرا. كنت اعرف واحد اعرفه قال لي ده انا قدمت مش عارف ايه وقبلوني. قلت له بجد قبلوك؟ قال لي اه. قلت له ما جرب. دخلت على الابلكيشن على الويب سايت بتاعهم، كانوا طالبين طلبات اعجازيه، هات لنا الترانسكريبت بتاعك، هات لنا مش عارف ايه، صور الباسبور بتاعك. حطيت لهم الحاجات وقلت الناس دي لو قبلوني يبقى في حاجه غلط، الناس دي بقى. الحمد لله قبلت في المنحتين. يعني خارج من الجيش بقالي 3 سنين ناسي كل حاجه وقابلت في منحتين في مره واحده، دي في الامبيدد سيستمز واللي فوق برضه في الامبيدد سيستمز. فكان بالنسبه لي ده يعني ايوه ده انت كويس، انت حلو، ما تزعلش نفسك، انت ما تعملش في نفسك كده. يعني ادوني احساس فعلا ان انا كويس، ان انا السي في بكتب سي في اه بكتب كويس، سي في بكتب كلام وموتيفيشن ليتر ومش عارف ايه وحاجات حلوه، بس لا يعني في امل. كان قدام حلين، يا اما اروح سويسرا يا اما اكمل في مصر. تخيلوا بقى لو انا كنت رحت سويسرا ما كنتش هبقى واقف هنا. يعني سبحان الله، يعني لو كنت انا بقيت سويسرا كنت زمانتي لسه عمال احضر في السيزون وروح وتعالى وسويسرا، كنتش لسه وقفت قدامكم في المكان ده ولا رحت ستارز وسانج ولا رحت في اي حته ولا شفتكم ولا اي حاجه ولا كنت سمعتوا عني اصلا. فسبحان الله انا قلت لا. كانوا الاثنين بيدوا امبيدد سيستمز، قعدت احسبها. كنت انا طالع من الجيش مفلس معيش فلوس،
فالاي تي اي كان بيديك 1000 جنيه 1000 جنيه في الشهر. تخيل 1000 جنيه في الشهر. قلت الله الناس دي بيعملوا اغراءات كبيره، روح مع الاي تي اي، الناس دول قلبهم عليا. فانا كانش معايا تكاليف ان انا اروح اسافر سويسرا واكمل في المنحه دي. قلت لهم معلش واعتذرت، قالوا لي ممكن تقدم في تكستند الابلكيشن للسنه اللي وراها. قبلوني تاني سنه برضو مش عارف، قلت الناس دي اكيد مش لاقيين حد. قلت الناس دي مش لاقيين حد. بس هما يعني ايه، هما لما انا قلت لهم على الظروف كانت الفيزا اتاخرت، وكان اخدت الفيزا فعلا، اخدت الفيزا بتاعت سويسرا. فالفيزا اتاخرت فالسمستر بدا، قالوا لي طب خلاص هنقدمك في السنه اللي بعدها. وقابلت في السنه اللي بعدها وبرضو ايه قلت لهم انا خلاص في الاي تي اي للاسف، بدوني 1000 جنيه مش هقدر اسيبهم واجي لكم، انتم هتاخدوا مني فلوس. بعد الاي تي اي وخدت قرار ان انا اخش الاي تي اي واكمل، درست امبيدد سيستمز، قعدت 9 شهور اخد 1000 جنيه. حد فيك بيعرف يعيش 9 شهور ب 1000 جنيه في الشهر؟ 1000 جنيه عارفين يعني ايه 1000 جنيه؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده 1000 جنيه، ده انت ممكن بص تعمل كل حاجه. اقول لكم بقى ال 1000 جنيه دول كانوا بيتقسموا ازاي؟ كنت انا بدفع ايجار 250 جنيه ربعهم طاروا، واقعد اعيط بقى والفلوس راحت فين؟ 500 جنيه كنت انا بجهز للجواز، بحوشهم من ال 1000 جنيه، و 250 جنيه مواصلات واكل وشرب ولبس وكل حاجه. فعلا لغايه ان احنا كنا سته، هو رقم سته، احنا كنا ساكنين مع بعض سته، كنا في شقه برضه، كنا احنا الثلاثه ظباط احتياط وخارجين من الجيش برضه كلنا فلسين، كنا احنا ايه نقضيها بقى اندومي. حد كان بيتغدى اندومي؟ حد فيكم اتغدى اندومي قبل كده؟ اكيد اه. لا انتوا دلوقتي طب كويس، ده الطريق يعني ايه اندومي. اوعى تقول لك الاندومي تصيب بالغباء المباشر، الاندومي دي حلوه. انا قعدت اتغدى عليها شهور، كانت الغداء وممكن العشاء والفطار يعني. كنا بنوفر الفطار بصراحه. اخدت الاي تي اي، ده الترانسكريبت الاي تي اي، في مادتين يعني لو انتوا حاسين الناس كلها اي بي 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 اي اي اي، في 2 دي. حد يعرف المادتين دول؟ حد يعرف انوفيشن انتدكشن ديجيتال انوفيشن، كل الحاجات اللي بتاعت الانوفيشن. تخيل انا كنت مقدم المادتين دول، كنت المفروض مقدم بروجكت ليهم، فانا كنت مقدم البروجكت ايه؟ صوتي. ان انا اخد دي في الماده اللي انا مقدم فيها البروجكت اللي هو صوتي فكرتي، واخد دي من الماده الوحيده اللي اخد فيها دي. يعني بيقول انت ما بتعرفش اي حاجه، انت اللي ايه بتقوله ده؟ عشان نوصل بقى ده يوصلنا لحكايه صوتي، عشان ما اطولش عليكم والوقت هينتهي. فكرة صوتي بدأت لما كان ابن خالتي، هتلاقوني بتكلم بسرعة، ابن خالتي كان جات له حمى وهو صغير فأصيب العصب السامع، بقى عنده مشكلة. فنتيجة علاقتي بيه دخلت الكوميونيتي بتاعت الصم والبطن في مصر. هو اللي اكتشفته ان الناس دي كل الوظائف عندهم سليمة، الأحبال الصوتية وكل حاجة، هو بيعرف يتكلم يعني، هو فيزيكالي بيعرف يتكلم، بس هو عشان طريقة تعلم اللغة عن طريق الفيدباك. لما ليلى مثلا بقول لها قولي بابا، تقعد تقول لي بابا، بقول لها قولي بابا، تقعد تسمع الكلام، تاخد فيدباك وتعمل بروسيسنج وترجع فيدباك، لازم فيدباك. فهو ما كانش عنده الفيدباك ده، فبيبقى عنده مشكلة في اللغة. دي صورة من يعني مأساة من اللي بتحصل في مصر، في مدارس كتير كده. أنا رحت جامعة رسالة وشفت المدارس اللي فيها الصم والبكم دي، ده واحد طفل كانت معلقة الورقة فيها اسمه وابن مين ومش عارف ايه، معلومات عشان اللي يشوفه يقول له انت يعرف يتعامل معاه. معظم الاهالي بتبقى مش قادرة ان هي على تكاليف المدارس او تكاليف الاخصائي التخاطب او كده، ومعظم الفئة دي بتبقى اصلا تحت خط الفقر، فبتبقى المأساة حقيقية ان انت اطفال ما لهمش اي رعاية، ما فيش اي رعاية من اي نوع في اي حاجة، وسايبهم كده مع بعض. كل واحد له لغة إشارة بتاعته، كل واحد يعني الكلمة الواحدة كل واحد من دول له لغة بتاعته، محدش يعرف يتكلم التاني. يعني هما مع بعض ممكن يبقى عندهم مشكلة إن هو يتواصل مع بعض، لأن هما حتى ما يعني يتعلموا لغة الإشارة مشكلة.
الرقم ده رقم مخيف شويه، في 4 مليون شخص اصم في مصر. عشان تشوفوا الرقم ده بيعمل ازاي، في تعداد سكان 3 دول 4 مليون، في 3 دول تعداد سكانهم 4 مليون. تخيل في انت 4 مليون ما بيسمعوش في مصر. هنا جت لي الفكره، ده احسن مثال للفكره لما جت لي، لانها فعلا نورت مره واحده كده. عارف اللي بيجي في افلام الكرتون حاجه تنور فوق دماغك كده، فعلا هي كده بالظبط. انا مره قاعد بتكلم مش عارف ايه، بتكلم مع مراتي تقول لي طب ما تدور على حاجه كده تساعد بيها ذوي الاعاقات او الناس اللي عندهم مشاكل مش عارف ايه، زي ابراهيم ابن خالتك. هوب قامت منوره. الفكره جات لي اللغه هي الحل. الفكره اللي جات لي شخص طبيعي جدا، ده شخص طبيعي بيتكلم عنده، لو حد هنا بيتكلم صيني الاول عشان واحد بيتكلم ياباني. بيتكلم ياباني، بيتفرج على انمي كتير ده، بيتفرج على ناروتو صح؟ الفكره اللي جات لي ان هو ان لو حد دخل بيتكلم اي لغه مختلفه عننا، لو حد بيتكلم الماني اعتقد الالماني صعبه شويه. المهم لو حد دخل علينا دلوقتي وقعد يتكلم لغه فيها مشكله فيها حاجه قاعد يتواصل معانا، محدش فينا هيفهمه نهائي، ولا هو هيفهم مننا هو عاوز يقول ايه صح؟ بيعمل ايه؟ حاجه في النص بتترجم، ترانسليتور. انا قلت لا، انا هاخد المبدا ده ان هو شخص طبيعي بيتكلم اللغه بتاعته، وانا هاخد اللغه بتاعته دي هترجمها للغه بتاعتنا. ايه رايكم؟ حلوه؟ قدمت بيها في، كان اسمها هير مي الاول، كنت عملت لها اسم، قدمت فيها في مؤتمر، كانت من ضمن احسن 10 افكار في المؤتمر ده تبع الاي تي اي. ما كنتش عارف هتتعمل ازاي لغايه اما جالي تليفون في ستارز اوف ساينس، انت معانا في الكاستنج في مصر، هتروح تقدم الفكره بتاعتك قدام لجنه التحكيم. هقول لهم اعملها ازاي؟ اعملها ازاي؟ مش عارف، عندي فكره حلوه بس مش عارف اعملها ازاي. قعدت افكر ازاي اعملها، فالحل اللي جه في بالي قدامي ثلاث حلول. اللي انا هاخد الصوت مش هو، يبقى في هاردوير خاص بالشخص ده، هاردوير كامل في الانترفيس بتاعته في كل حاجه، ترجم الصوت ده على طول للشخص للناس السليمه، وبعدين يديله فيدباك مكتوب اللي هو عاوز يجيبه. او يبقى سمارت فون ابلكيشن، الناس كلها دلوقتي معاها سمارت فونز ومش عارف ايه، والناس كلها ماشيه بيها، فليه ما يبقاش سمارت فون ابلكيشن؟ زي لما بتستخدم جوجل كده، تستخدم جوجل سيرش، لما بتضغط الزر بتاع السيرش قوم فاتح، تقعد تتكلم، يقوم رايح عامل سيرش، ياخد صوتك يترجمه، وبعدين يقول لك الريزلتس بتاعتك ايه. او حاجه من الاثنين، في هاردوير في النص هو اللي بيعمل عمليه ريكوجنيشن، وفي سمارت فون ابلكيشن يبقى انترفيس للهاردوير ده، بحيث ما يبقاش الدنيا مكلكعه في هاردوير، يبقى ماسك سمارت فون يبقى حاجه واحده. فانا قلت الحق ان شاء الله اخش اسهل واحد فيهم، انا راجل بتاع هاردوير 100 وامبيدد سيستمز، اخش على الهاردوير. اول يوم في الهاردوير هناك وانا في اللاب في ستارز اوف ساينس، دي البورد دي بحوالي 3500 دولار. اشتغلت، انا اثبتت الفكره بالكومبوننتس اللي معايا، بس لسه هقعد اعمل انترفيس، اعمل شاشه واعمل زرار واعمل ايه؟ قلت ده انا هقعد الثلاث شهور بتوع ستارز اوف ساينس اعمل بس الشاشه واعمل الزراير والفكره نفسها مش هتتعمل. قلت لا، هعمل الجزء اللي هو الفكره الثالثه اللي انا هعمله الاثنين هايبريد، اللي هو الهاردوير بحيث يبقى الدنيا سهله اعمله بسرعه، وفي نفس الوقت يبقى قسمت الدنيا نصين، ما يبقاش كل حاجه في اتجاه واحد، يا تفشل يا تنجح. لا، انجح فكرتي والانترفيس انا عاملها على سمارت فون ابلكيشن. اوريكم بس فيديو دقيقه. متفلو. اوكي. عشان كويك تايم مش مشكله، احكي لكم الفيديو. ان هو عملت تيست مع في البروف كونسبت، عملت اختبار مع طفل. الفيدباك اللي اخدته ما اخدتوش من الطفل، الطفل طبعا كان مبسوط ان في حد بيفهم كلامه من ابوه. وقال كلمه في الفيديو ان هو انا لو هو ده موجود في السوق هشتريه لمين؟ الكلمه دي كانت كفايه عندي ان انا اثبت المبدا بتاع فكرتي، وان انا فكرتي فعلا في ناس محتاجاها. خش بعد كده الانجنييرنج بسرعه. دي البورده اللي على اليمين دي هي اللي كنت شغال فيها بروف كونسبت، كان قدامي تحدي اللي انا اخليها مور فانكشنال اكتر، في نفس الوقت الحجم، محدش هيمشي براوتر. انا اتخيل واحد ماشي كعلبه قد كده وماشي بيها في الشارع يتكلم بيها. انت لو شفت الفيديو بتاع الاولاني هتشوفه كانت المقاسه عامله ازاي. فكان التحدي ان احنا نصغر الحجم ده كله يبقى قد كده.
الحمد لله نجحنا فيه. برضو الفيديو ده دكتور جورج وايت، ده دكتور في جامعة كارنيجي ميلون. كنت عايز اقول لكم الفيدباك اللي قاله ان هو I'm impressed with your idea، ان اللي انت عملته في 3 شهور في ريسيرش بتعمل في سنتين. فده واحد بالحجم، دكتور بالحجم ده، وان يقول كلمة زي دي اللي كانت دفعة كمان اللي انا اكمل. ديزاين، خد شفتوا بقى البروسيس، ديزاين شكله. هو طبعا ده مش الديزاين النهائي، ده عشان اعدي بيه المسابقه. الديزاين النهائي هيبقى هوريه لكم في الاخر، هيبقى تخيلوا عامل ازاي فيه. الديزاين عشان بس الناس تبقى عارفه يعني ايه ديزاين. ديزاين مش بس ان انا اخلي شكله حلو واغطيه مش عارف، لا، ديزاين انت بتحط تروح تشوف الكاستمر بتاعك، تشوف الشخص اللي هيستخدمه، انت ايه المشاكل بتاعتك، انت عايزه يستخدمه ازاي، طب هتشيله فين، هتلعب بيه، هتحطه، هتاخده وانت رايح حمام السباحه، تعيش السيناريو بتاع حياه الشخص اللي انت استخدمه، تحط بالك كل الاعتبارات دي انت بتعمل ديزاين. فمرحله الديزاين دي عملت ديزاين للهاردوير وعملنا ديزاين للسوفت وير برضو. دخلنا للبزنس، مرحله البزنس في كلمه اثرت فيها جامد، if you want to change the world start a business. هل انتوا متفقين ولا مختلفين؟ هل ممكن اغير العالم من غير البزنس؟ فيسبوك غير العالم ولا لا؟ غيره لما بقى بيزنس ولا لا؟ فالفكره ان انت عشان تعمل، انت عندك فكره كويسه جدا، فكره جميله جدا، فكره رائعه عايزه توصل للناس، لازم تكون بيزنس، لان عمره ما حد هيديك فلوس وفي الاخر الفلوس دي هيرميها في الارض. لازم الريتيرن اوف انفستمنت اللي هو ار او اي، ايه اللي هيعود عليا؟ لازم الانفستور يكسب فلوس. فلازم عشان تغير العالم تحاول فكرتك لبزنس الناس كلها تستخدمه ويوصل فعلا لليوزر بتاعه. مش عيب ولا حرام انك تكسب، هي فكره انسانيه او كل حاجه تعملها، بس مش عيب، مش اللي هو عاملها كده. طب هصرف منين؟ هعمل تطوير اكتر منين؟ فلازم عشان انت فعلا عايز تغير العالم لازم تعمل بزنس لاي فكره تجيلك، حطها على الواقع، حطها على الارض. هل هيشتريها؟ هياخد منه فلوس قد ايه؟ طب هبيعها بكام؟ انا لو عملت البرودكت بتاعي ده وبعته ب 2000 دولار حد هيشتريه في مصر؟ لازم حطه على ارض الواقع، اشوف هو بيع هيوصل لفين، اليوزر عايزه بكام، وانا عايز اكسب كام، والانفستور عايز يكسب كام. فعلشان الكلمه دي عشان تغير العالم لازم تحط البرودكت او الفكره العبقريه اللي هتجيلك تحطها في البيزنس. لازم تبقى مغريه لكل الناس. كل الافكار اللي غيرت العالم اتحولت بيزنس، من اول اللمبه بتاعت اديسون لغايه تسلا اللي عمل الاي سي، كل ده بقى بيزنس، بقى شركات. جنرال الكتريك بتاعت اديسون، فإيديسون ما قالش لا انا هغير العالم، خلي الناس العالم كله ينور واقعد انا كده، لا، وغير العالم بس كسب في الاخر. عيش الحلم، لما انا ابقى قاعد على ترابيزه واحده مع دكتور فاروق الباز ويبص لي بصه زي دي، يا فين ده، انا صايد ثانيه ثانوي يعني ايه يا جماعه، في ايه، انا مش مصدق نفسي. كان بعد المؤتمر ده كان في غدا، فكان الكرسي الوحيد اللي فاضل كان جنب دكتور فاروق، فانا قعدت جنب دكتور فاروق. قلت له بص يا دكتور فاروق، امانه اللي بس عشان بس ابقى صريح مع حضرتك، انا كنت بتفرج عليك زمان، كان في برنامج اسمه ابناء نهر النيل، كان بيجيب علماء مصر كده زمان، بس هم طبعا منعوا يعني، او ما عادش بيها، ما عادش بيجيبوا الحاجات دي. فابناء نهر النيل كان بيجيبوا منهم دكتور فاروق، فانا اقعد بقى اشوف دكتور فاروق ويحكي بقى هو ازاي دخل ناسا وازاي عمل في ناسا، والواحد نفسه يبقى يعني من الحاجات اللي خلتني ادخل اتصالات ان في حاجه تبع الاقمار الصناعيه، حاجه شغاله في الفضاء، يعني دي من الحاجات اللي حببتني في المجال ده. فقلت له حضرتك كنت بسمع حضرتك زمان وعمري ما تخيلت، عشان بس للامان، ان انا هبقى قاعد جنب حضرتك ونتغدى. قال لي والله يعني هي فعلا الاحلام بتتحقق، ان انت يعني انا عايش الحلم. كنت انا فين؟ كنت انا بحلم ابقى ايه وبقيت ايه، والحمد لله حلم اتحقق. فالحلم ده يتحقق ازاي؟ الفيديو ده كنت هوريكم الحفله النهائي لو انتوا كنتوش اتفرجتوا عليه، مش عارف اشتغل لو الناس ما كانتش شافته، ممكن يبقى المستقبل صوتي. شايفين صوتي؟ سامعين صوتي؟ الفكره بتاعت ان هو مش هيبقى هاردوير مرمي في حل، لا، في دلوقتي الناس كلها بتتجه ان يبقى كل حاجه جادجتس، حط ركب في السمارت فون بتاعي وماشي بيه، مبسوطه، شكلها ظريف، شكلها جميل،
ده اللي ان شاء الله باذن الله اللي هيبقى فيه. الفكره ان انا بتجه ان انا يبقى عشان الناس تبقى متخيله انا ليه لازم يكون الهارد وير بتاعي موجود، مش شرط ان انا اعمله ابلكيشن بس. في اديشنال كوست هتبقى موجوده على لو هو ابلكيشن بس، انترنت كونكشن، انت لازم يكون عندك انترنت كونكشن طول الوقت عشان البروسيسنج بيحصل بره، مفيش بروسيسنج للفويس هيحصل على السمارت فون. انت عندك اوبرنج سيستم اندرويد وحاجات كتيره شغاله، مش هتعرف تعمل بروسيسنج الحاجات دي، هيوقف لك الدنيا وبعدين يعمل بروسيسنج ويرجع لك الوقت ده، مفيش. يعني انت عايز حاجه ريال تايم، فريال تايم ان انت يبقى عندك انترنت كونكشن هاي سبيد عشان تاخد ريزلت وترجع لك. طب ليه؟ طب ما هو يبقى ماشي معاه الصوت بتاعه حطه في السمارت فون بتاعه. فدي الناس كانت بتسالني السؤال ده على طول، ليه ما تعملوش سمارت فون ابلكيشن بس؟ ليه ما تعملوش هارد وير بس؟ بس انا قلت لا، استغل نقاط القوه في الاثنين. في من الحاجات اللي المستقبل يعني بغض بعيد عن البتاع، في حاجه زي انيشيتيف كده انا بداتها، في لقيت ناس متحمسه كتيره جدا، اسمها مركز مدينه ميكسر سيتي الجمعيه العلميه. هي حاجه بسيطه يعني، حاجه على كوميونتي صغير، ان انا عايز اخرج الناس وهي في الثانويه العامه والابتدائي والاعدادي من بوتقه الثانويه العامه. الناس تشوف بره في ايه، في علم تاني، في علوم، في العلم دلوقتي ما عادش متاح. يعني انت تخش الناس تعرف كورسيرا، انت تخش تلاقي كورسات، في واحد دكتور في جامعه في برينستون وفي هارفارد بيديك بيديك كورس، محدش وبيديك شهاده في كورسيرا، يعني بيديك شهاده انك حضرت الكورس ده. كورسات انا لغايه دلوقتي بتعلم منها، وفي ناس كتير بتتعلم منها، وناس ناس بتتعلم منها، ناس بعد ما وصلت يبداوا يفهموا الحاجه زي يفهموها صح. طب ليه ما نوصلش للكوميونتي، كل مدينه تعمل كوميونتي صغير توصل المعلومه دي للناس الطلبه؟ يا ابني في حاجه، في علم. انا في خبر سمعته، واحد عنده بتهيألي كام اطفال كتير كده، ما فيش فيهم ولا واحد داخل المدرسه، كل الديجريز اللي اخدوها، في منهم اتنين في كليه الطب، مش عارف اتنين في حقوق، مش عارف ايه، كلهم واخدين الديجريز بتاعتهم من على خان اكاديمي. الناس عارفه خان اكاديمي؟ انت ممكن تخش على خان اكاديمي على فكره، تاخد كل الكورسات بتاعت الثانويه العامه بتاعت امريكا وتخش تمتحن الامتحان بتاعهم، ويبقى عندك ثانويه عامه في سنتين ولا في حاجه. يعني الموضوع ما بقاش مقتصر ان هو لازم تمشي 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 كده، لا، العلم بقى متاح للجميع. احنا عايزين نخرج من بطاقه الثانويه العامه ومن الدايره الصغيره بتاعتنا اللي احنا قافلين على نفسنا فيها. لا، لازم اوصل العلم، اوصل ان الدنيا مش كلها ثانويه عامه، انت ممكن تفشل في الثانويه العامه وبعد كده لا تنجح، تروح تخش تمتحن امتحان امريكا تطلع فيها الاول، مش مقياس باي حاجه. في انيشيتيف يعني برضو حاجه انا عاوز ان شاء الله يعني هتكلم فيها مع الناس المتخصصين بتوع الصم والبكم، لانجويج بيفور ساينس. يعني مشكله الصم والبكم في مصر ان هو بيبدا يتعلم لغه الاشاره وبعدين يتعلم اللغه اللي هو القرايه والكتابه، فالتفكير بتاعه بيضغط عليه ان هو بالاشاره. فانت لو جات لك مسج اس ام اس من واحد ما بيسمعش هتعرف انا قصدي، هتلاقي الكلام مش مفهوم، كلام بيكتبه بلغه الاشاره بالجرامر بتاع لغه الاشاره، هو كاتبه وهو فاهمه، بس هو دي الطريقه اللي بيفكر بيها. فلما لغه الاشاره تضغط على لغه الطبيعيه، فيبدا يتعلم انه يقرا ويكتب الاول لغايه سن معين، وبعد كده يتعلم لغه اشاره عشان يبدا يفكر بالكلام الطبيعي، يبدا يكتب، يبدا عايز يكتب كتاب يكتب بالطريقه الطبيعيه، لان اللغه هي الحاجز الوحيد قدامه. لو هو تخطى الحاجز بتاع اللغه ده هيتواصل مع كل الناس، حتى لو مالوش صوت هيعرف يكتب، هيعرف يكتب قصص، هيعرف يكتب مقالات. الناس دي ما بتشوفش حد من الصم والبكم. انا عارف ان انا اتاخرت، هي خلاص دي اخر حاجه، يعني دي اخر واحده. محدش شاف حد من الصم والبكم ان هو بيخش ماجستير او دكتوراه او بيخش تعليم عالي، ليه؟ ما عندوش لغه، مفيش لغه. فلازم اللغه دي نشتغل عليها الاول. معلش ان انا طولت عليكم، الكلام كان ممتع معاكم، شكرا. صوت الناس كلها بقول ان دي واحده من احسن المحاضرات اللي سمعناها على الحقيقه. احنا سعدنا ان احنا نقدم درع المدينه.